جامع الفنا أكبر مطعم مفتوح في العالم، مقاهي شعبية تقدم وجبات متنوعة ومختلفة تستقطب من خلالها زوارا من داخل وخارج المغرب. أما نحن اليوم فقد اخترنا طبق الحلزون لنذهب عند مصطفى لنتذوق طبق الحلزون. جينا نذوقوا كيف كان الطبق اليوم مادام كانت عندنا لمسه في التحضير ديالو، وبغيناك في الاول تحكي لنا على هذه المهنه اللي امتهنتيها 20 سنه في ساحه جامع الفنا كبائع للحلزون. 20 سنه وانا كنمارس هذه المهنه حتى هنايا هكا استاذ هكا خويا زيد الحاجه هنا جينا. المهم قلت لك انا دابا 20 سنه وانا كنمارس هذه المهنه هذه هنا بانتظام في وقتها زيد حتى في تقريبا اش بنقول لك بالنسبه حنا هنا ساحه جامع الفنا يكون عندنا الاقبال في بزاف ديال الفترات في العطل في المناسبات في الوقيته ديال البرد بحال دابا تكون عندنا الاقبال من تكون فصل الشتاء والبرد تيكون عندنا واحد الاقبال بالنسبه للزبائن وداك الشيء تيكونوا بعض الفترات بحال الصيف وداك الشيء راه انتم كيف لاحظتوا معنا اليوم في التحضير ديال هذه الحلزون ديال اليوم. دابا ان شاء الله غادي نبداو بالغسله ديالكم هو تيتغسل سبعة ديال الغسلات تيتغسل مزيان ويتنقى مزيان ويكون يعني نقي يعني شروط النظافة خاصها تكون مزيان. في تحضير وجبة الحلزون أولا هنا زعتر زعيطرة ويزة كرويال حبة الحلاوة النافع البلدي الفليو هنا خدنجل حرق سوز حنا نقولوا لي حرق سوز في المغرب قشر الرمان هذا قشر الرمان. من بعد ما حضرنا الاعشاب كامله غادي نوضعوها في طنجره ونخليوها تطيب وتهيئ لمده تقريبا ما بين ساعتين ونص حتى للتصوير. This is the first time I try this and it tastes really great. It's well balanced and هذه أول مرة أجرب فيها الحلزون. طعمه جيد وأحببت مذاقه. فيه توازن وتستمتع به. الحلزون زوين وحنا المغاربة معروفين بهذا الحلزون وبالبلة ديالو مع الأعشاب الطبيعية وهو أصلا صحي وفيه بزاف الفوائد الصحية. لان التقاليد من جدودنا يعني هو صحي كنشربوه في البلا ديالو في وقت البرد. خلينا نسال باسل اذا شي مره داء لانه من شوي عم بيقول لي وعم نشوف التقرير فحكى انه داء فلما سالوه انه انت دقت ام صفن هو بيقولوا لي هي ام الخلول احنا عندنا في مصر ام الخلول هي يعني قوقعه حاجه كائن بحري يعني فلا دي مش بحريه دي بتطلع على الزرع دي طب ليه صفنت لما سالناك ليه صفنت ليه سرحت قصدك اي سرحت هو بيني وبينك لان هو شكلها لا يوحي ان هي وجبه طعمها حلو بس هي في الحقيقه طعمها حلو جدا عجب انا دقتها في البيت مش في الشارع هناك في المغرب وبيحطوا عليها حتى زبده وبالاعشاب بيبقى طعمها حلو جدا وهي اصلا وجبه فرنسويه راقيه جدا عشان تبقي عارفه لازم يعني لازم ذوقها انا بحب اجرب شغلات جديده اضغطي على نفسك واحصري ليمونه على في نفسك على فكره في وجبات صراصير اذا بدك كثير طيبه شكرا مع ليمون